مرحبا، معكم سالجي، وبهذا الفيديو بدي احكي عن الانور دراج، بس كيف فيك تستبدل النفس بالمؤثرات الصوتية. اوكي، يلي بيهمني بهذا الفيديو هو اني انا اقدم فكرة واحدة، واللي هي نفس المبدأ، تعمل الصوت الأساسي، بتكب هواء وبتسحب هواء، بس هالمرة لما بدك تكب هواء بدك تستعمل صوت تكب عن طريقه الهواء، لما بدك تسحب هواء بتستعمل عكس الصوت وانت عم تسحب فيها هواء. فمثلا بناخذ الاوتورد كليك رولز مع الانورد كليك رولز، لما بتعمل الاوتورد بتعمل ولسانك بنفس الموضع، لما بدك تعمل انورد كليك رولز بتصير، فلما بدك تعمل كليك رولز دراج اذا بدك تسميها هيك بيصير الموضوع على الشكل التالي اللي هو، فبتحط معه صوت من الصوت الاساسية بيصير تدمجهم مع بعضهم كلهم فبتصير. فبنفس المبدأ انا بحب الليب اوسيليشن، فارتجاج الشفة lip oscillation هو من الطرف، نفس الشيء inward، فلما انا بدي اعمل الصوت لبرا بدي اعمل الصوت لجوا بدي اعمل دراج بتصير مثلا. فافكار هي شغلة جديدة انا اكتشفتها كمان بهذا الصوت. ليك الشباب اشتغلوا. فبرجع بشدد على موضوع انه انا يلي بريد اقدمه بهذا الفيديو هو فكرة. اوكي، الفكرة الثانية يلي بريد احكي عنها هو انك وانت، اوكي، والفكرة التانية اللي بريد احكي عنها هي لما انت تكون عم تعمل تالت شيء اللي هو المؤثر الصوتي لجوا، فيك تضيف عليه صوتك. فمثلا لما بضيف عليه صوتي بصير انا ببساطة عم بعمل مع ال، فبتصير اوكي. نفس الشيء بالنسبة لل، ففيكم تعملوا مثلا هاي الإضافة لزيادة يلي فيكم تسووها إذا بتتذكروا بواحد من الإبيسودز يلي أنا عملتهم عم كب ذا سوب، عملت فيه دراج ليب أوسيليشن وكان فيه سحب هواء لجوا، وبالنهاية بختم هذا الفيديو بفري ستايل صغير بستايل مفضل عندي يلي هو ليب أوسيليشن. شكرا لاهتمامكم ومتابعتكم. اي سؤال عندكم حطوا تحت بالتعليقات، ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب. اهم شغله، بعت الفيديو لرفيقك يلي حابب يتعلم بيت بوكس، هي تشانل لتعليم البيت بوكس. اوكي، انا بهمني اني اعلم عالم اكثر، وبعمل هذا الشيء بدون مردود. فبعت الفيديو لرفيقك يلي بده يتعلم. اي اعجاب، تعليق او مشاركة على اي فيديو فري ستايل انا بحطه على الفيسبوك من سلسلة ال Project Routine بتشكركم كثير كثير كثير. بتمنى التوفيق للجميع. سلام.